حول تطورات المعارك في مدينة الباب ينضم إلينا عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة الأستاذ ياسين أبو رائد. أستاذ ياسين أرحب بك، يعني لو تلخص لنا مستجدات معارك الفصائل العاملة في درع الفرات في محيط مدينة الباب وفي مركز مدينة الباب، خصوصا بعد تصريح الجيش التركي بأن الجيش السوري الحر اقترب من السيطرة على كامل المدينة. نعم، السلام عليكم. طبعا يعني تستمر المعارك العنيفة بين الجيش الحر وتنظيم داعش داخل مدينة الباب، حيث شن التنظيم ليلة أمس هجوما تمكن من خلاله طبعا من السيطرة على منطقة مزارع الشهابي الواقعة في الجهة الشمالية من مدينة الباب، فيما تصدت يعني فصائل الجيش الحر لهجمات شنها تنظيم داعش على محاور أخرى من المدينة، ولم يتمكن التنظيم من تحقيق أي تقدم على تلك المحاور. طبعا الأخبار التي تقول عن اقتراب سيطرة كاملة على مدينة الباب غير دقيقة. سيطرت فصائل الجيش الحر على جزء يعني لا بأس به طبعا من مدينة الباب، لكن الاشتباكات ما تزال عنيفة جدا في تلك المنطقة. نعم، يعني بحسب المعلومات لديكم، هل رصدتم أي عمليات هروب أو فرار لتنظيم الدولة خصوصا من الطرق الترابية التي أكد يعني خلال مداخلات سابقة قياديون في درع الفرات بأن طرق ترابية لا تزال موجودة لهروب عناصر التنظيم في حال أرادوا ذلك؟ نعم، يعني طبعا تنظيم داعش من وقت طويل يعني قام بإفراغ مدينة الباب من المقرات العسكرية وسحب يعني العديد من المقرات من داخل المدينة، إلا أن التنظيم يعني ما يزال يحشد يعني على جبهات المدينة، وما يزال طبعا يمتلك بعض الطرق الزراعية وطرق الإمداد الضعيفة، لكن هو يعني ما يزال طبعا يشتبك مع عناصر الجيش الحر، وما تزال حتى هذه اللحظة يعني اشتباكات عنيفة. لذلك الأخبار التي قالت عن اضطراب سيطرة وغيرها، يعني طبعا مدينة الباب يعني بما أن فصائل الجيش الحر استطاعت أن تتقدم داخل المدينة فالمعركة أصبحت محتومة، لكن ليس بهذه السرعة يعني خلال ساعة أو خلال يومين كما يعني قيل أو كما نشر على وسائل الإعلام. طيب بعجاله لو سمحت، يعني ما الذي يعيق او يعني يستبعد تصريح الجيش التركي اليوم؟ يعني هل هي حرب الشوارع التي بين تنظيم الدوله وقوات الجيش السوري الحر؟ يعني طبعا موضوع معركه مدينه الباب يتعلق بالمرحله الاولى، هو تنظيف المدينه او تمشيط المدينه بشكل جيد، هذا اولا. ثانيا موضوع نزع الالغام من المدينه، لا نستطيع ان نقول ان هذه المنطقه تمت السيطره عليها حتى يتم نزع الالغام، والالغام توجد بالالاف في منطقه الباب وما حولها، لذلك هناك العديد من العوامل واهمها ان تنظيم داعش حتى الان يشتبك مع عناصر الجيش الحر، وحتى الان يحاول ان يتقدم في خاصره الجيش الحر في جبهات اخرى، لذلك لا نريد ان نسبق الاحداث ولا نريد يعني ان نعطي اخبار يعني سابقه لاوانها. شكرا لك ياسين ابو رائد عضو المكتب الاعلامي لقوى الثوره، شكرا.